أسعد الله صباحكم مشاهدي التغيير، حلقة جديدة من بلا عنوان. هذه الحلقة مختلفة اليوم، بدايتها هنا هذول طلاب خارجي جايين يقدمون على دراسة الخارجي في قسم الامتحانات في محافظة بغداد الكرخ التابع إلى وزارة التربية. العدد كبير، هذول اللي خارج الدائرة، اللي خارج هذا المبنى، واللي جوه أضعاف، أعداد كبيرة، بحيث مستدعي الأمر أنه متدخلين قوات مكافحة الشغب، القوات الأمنية من الشرطة والدفاع موجودين، أعداد كبيرة من الطلاب. اليوم نريد نفهم شنو الموضوع، وين المشكلة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك دا تقدم خارجي؟ لا والله ابني. ابنك؟ اي دارد صف ثالث دارد يقدم. ها شنو هاي العدد اللي هو ساش؟ الساعة بالستة الصبح، هسه ساعة بالوحدة إلا عشرة. نعم. من ساعة بالستة الصبح. نعم. كان العدد 800. 800. نعم. وأنا مسؤول عن كلامي. 800 واحد. العدد هواية، والدخول هذا شوفه أنت، اثنين اثنين، اضطر جيش، شرطة، شغب، اجى رائد عسكري سألته، ويا أبو الصحة، أبو الصحة صاير عصبي، تبغى أعد اجتماعي، قلت له لا تبغى أعد اجتماعي، أنت موفر لي للمواطن هنا أنا. هسه ابني إذا أطلع لك إياها. هذه الهوسة على مسؤولية من؟ منو؟ شوف التربية، التربية موفرت له بناية، هاي ملاجئ، هاي أسواق مركزية، كل من أخليه بمنطقتي، ليش الأعداد هذه؟ يعني أنا ابني هسه إذا أطلع لك إياها مضروب هراولة من أنا على إيدي على رقبته، من المن المن؟ سألت للرائد يقول لي أنا شغلتي هنا حماية المؤسسات الحكومية، أنا ما له علاقة. أبو الشغب يجي سحلة من أنا لهناك، ليش؟ شايل فايل. بساحة التحرير بالتظاهرات ما سووها، والله والله ما سووها، شالوا منا هناك بالهراولة. ليش شايل سلاح؟ هاي كلها خدت شهد كافات الشباب اكثر من واحد انضرب. زين يعني يعني لو 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 يطلع موظف واحد يمشي هاي العالم كان مخلصيهم، بس واسطات يمشون واسطات اكثر من واحد مشوا واسطات. صحنا كذا عندك رشوه تمشي، ما عندك رشوه ما تمشي. مستقبلنا دو صوب القنادر، هذا مستقبل دو صوب القنطره. انت جاي تقدم على دراسه صف، جاي اقدم صار لي انا 4 سنين نعيد وماكو فايده، ما حد ينجح. رشوه تنجح من 5 الفجر يعني، حتى الله ما يقبلها. نص الصبح لحد هسه واقفين هنا مثل الطليان. شنو احنا والمجال العده احنا بالرشوه؟ ليش العده مثل هاي يفوت استاذي؟ لا العده مثل هاي ما يفوت. لو ينزل ربه قدامي واسطات طبوا، قدامي واسطات طبوا، كل واحد يجيب رتبه. انا بالنسبه لي صار لي 5 ايام جاي من بابل، وقلت لهم وسويت وثيقه يردون تصديق التصديق، انه بيردون السجل. ده تقدم حضرتك انت؟ انا لابني والله، وابني شرطي ما طى يوم واحد ما اقدر. انت شل عن قلب تروح جوا انه لازم سرى يدفعون بالهراوات المكافحة الشغب. اهدي عليك، كسروا العالم يعني، بشار كسروا العالم والله. دحين مليانة استاذ زين. يعني هذا الموضوع، هذا الموضوع هو يخص وزارة التربية، يعني هاي الفوضى مسؤولة عنها وزارة التربية. يعني يعني احنا شايلين نطرق الفايلات ويجون شغب، يعني على شنو؟ تربية نسر مدارس، يعني هذا يشجعك على الدراسة لو يحطمك. نعم. انت تتقدم ثالث او سادس؟ سادس ابتدائي. كلنا ثالث، كلنا سادس، كلنا سادس اخوي، كلنا سادس. يعني الساعة 9 محافظات على مكان واحد، ليش؟ يعني يجيك من الكركوك لهنا، يجيك من صلاح الدين لهنا، ليش كان؟ يعني استحنا استحنا صديقي، استحنا منطقة الخضراء، استحنا خضراء، افتح لك مركز بالخضراء ومشي اهل الخضراء، اهل العامرية بالعامرية، انت نام عند العراق كنت هنا، هي مكان هاي قد انت، ومن يخلصك؟ من يمشيك؟ انا قبل معلومة حضرتك، انا عندي ملاحظة هنا، احنا تواصلنا ويا وزارة التربية. حاولنا نتحدث ويا مدير تربية الكرخ الأولى، الإعلام مالته، إحنا 3 أيام نتواصل وياهم ونحاول نحصل مسؤول رسمي يرد على هذه الفوضى، رفضوا لأن ما عندهم شيء يجاوبون به. إحنا مضطرين إنه ننقل هاي الحلقة مثل ما هي، مثل ما الناس تحدث به. ردنا المسؤول يرد يجاوب، حق الرد مكفول. ما يرد حاليا بعد ما تعرض هذه الحلقة. هذول المواطنين كلهم عندهم حقوق، هنا اليوم جاي عنده فايل يقدم حاله حال اي مواطن باي محافظه في اي بلد، لذلك حق الرد ايضا مكفول لوزاره التربيه بعد ما تعرض هذه الحلقه. 6/2 نعم اخر موعد 6/2 امتحاناتهم. نعم. واليوم قبل الشهر. نعم. اليوم هو باكر اخر يوم تقديم، باكر اخر يوم تقديم، و6/2 6/2 الامتحانات مالتهم. زين شو وقت راح يقدم؟ شو وقت شو وقت لحق؟ لا هو تاجيل 6/2 لا هو تاجيل، هذا قرار وزاره التربيه 6/2. لا هم اجلوا، لا هم مددوا.
لا هم اجلوا الامتحانات وهالوضعيه اللي تشوفها. نعم. بالهراوات اسولف لك الشغل بالهراوات. يلا بس جيتكم بس لحظه. نعم. قدام عيني ينطيه 25 ياخذ الفايل مالته يطب جوا. لمن ينطيه؟ ما اعرف انا اعرف الموظفين كل الموظفين كله نفس الشيء. تعال اعطيني 25 ياخذ الفايل مالتك وطب. خليه يجيب قلب لي. زين هاي اللي عنده يدفع ما عنده شيء يسوي. احنا باوع ما نريد اتهام. لا مو اتهام شوف عيني شوف عيني واحد واكو واحد كان هناك انت لو جاي الصبح لو جاي الصبح وشايف يطبون يطلعون موظفين ياخذون فلوس وفايلات ويطبون جوا بعدين يصحون الاسماء. صور بكاميرا من يجي الشغل يسحبه من يجي الشغل يسحبه من 6 الصبح من 6 ونص والله اخذ الكاميرا افتر منك اشوف هاي الوسطات كلهم تجي تصح من البيبان لك تفوت تدفع 50 وتروح تفوت افتر منك بالكاميرا روح يعني اكو باب ثاني اكو 4 بيبان روح منك وشوف تفوت دقيقه الموظفين. نعم انا صارت لي قبل كم يوم جوا. نعم قدمت المعامله مالتي من الساعه 8 وقت. لحظه لحظه انت قبل كم يوم وما خلصت؟ ما بخلص بس دقيقة بس دقيقة بس دقيقة يعني هي ما تخلص بيوم؟ شباش ما يخلص بيوم شباش بس دقيقة بس دقيقة بس بوا عليه الموظف بس الله أخدمكم الموظف ما يأخذ بنفسه فلوس بس دقيقة مو لا ويا الموظف ولا ويا أحد الموظف بس بوا عليه الموظف ما يأخذ نفسه فلوس ليش يسوي؟ أنا واقف برا ظليت بوا على نفسي هاي شو كده هكمل أدفتهم وضعيتي شنو يعني فواقف واحد شافني شو يقول هاش عدك والله العظيم قسم بالقرآن الكريم زين شاف شو يقول هاش عدك قلت له سايفر اثنين ثلاثة كان يقول لي طنيها بس حكي وياه بصوت ناصي قلت له شو راح أسوي كان ياخذها من عندك قلت له بس ياخذون جوي قلت له شو ياخذون كان يقول لي أقل شيء 25,000 بس صوت ناصي قسم بذات محمد وهاي النية جايبيها زين مقابل شنو ايش حيسوي لك كل شيء ما أسوي لك باوع بس باوع بس باوع علي باوع طيب يا ساعتين انتظراني وقلت اعطي فلوس ما يخالف بس انت خلص سالفتي باعش كتب لي باوع باعش كتب لي باوع باوع ساعتين انتظر بي انا كتب لي بس سجلات شوف شغب بس دقيقه بس دقيقه انا هاي ساعتين 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 انتظر انا وكتبوا لي والله سبحان الله انت انطيته يعني وطيت الفايل والله العظيم انطيته يا والفايل وكل كتب لي باوع جاب لي شنو هو باع الفضل السوالي علي شنو هو بفلوس 25,000 بس باع سوالي قلت له شنو هاي كان يقول روح للسجلات بس هذا بس باع هذا الشيء هذا ابن اخوي الصغير هم يكتب لك اياها زين و25 بس هذا نصاب ما بس سجلات يعني ما انجز لك شيء العالم شنو العالم شو بدي العالم من يوم 28 اراجع لحد هذا اليوم اليوم بباسطه دخلت الساعة 11 جت ذولا جايين من الستة ولحد الان ما سلموهم ما نجت الساعة 11 صار لي ساعة يعني اقل ساعة كمل يعني واسطة طلعت شنو بس شنو نوع الواسطة شنو نوع الواسطة واسطة معارف وما اعرف شنو مخابرات هاي اتصل به فلان ابن فلان وطبب طب زين ساعة واحدة وهذول من الستة لحد الان واقف شبعوي هاي ضربوني وغطوا علينا ويهينون بينا شلون الحيوانات من الصبح ليس وطلعنا بدون ريوق الداخلية جايبها والشغل بدوكيا شايلين احنا جايين طرق الفايل كتل وهايل وغلط ويقول لك ليش الشعب جاهل زين هيك تربيه عندنا زين جايب لك شغب على مواطن شايل الفايل وين امن ويا من نحكي يا الله بعد ويا من نحكي يمدي ساعه بالتسعه وربع بين ساعه ينتهي نهايه الدوام هم ايش عندهم وقت دقيق بالدقيقه يطلعون بين ساعه ب 12 بالوحده ضبط يطلعون زين بس الصبح بين ساعه يبدون بالتسعه ونص يلا يبدون الشغب هنا الصبح الاعلام يجع هم شردوا الشغب الصبح هناك تلو شايب بالباب وكان واقف بالسرع وقبل يصورون قبل يجون يكسرون التليفونات يقتلون هنا الولد انا من صلاح الدين وساكن بالموصل وجاي لهنا اقدم زين ماكو تقديم هنا ماكو تقديم هناك لغه كل التقديم يعني التقديم حصرا منا حصرا بغداد حصرا الا منا وصار ودا اروح وكملت معاملتي وكامل وكلهم يريدون بستلف بعد منو محافظات ترى ما كاتلهم لا العلم التربيه صلاح الدين من صلاح الدين من صلاح الدين انا بس بدي افهم انا من الخمسه بجي طالع من عليهم عقوبه عقوبات من الوزاره من الخضراء ما اعرف ليش حتى مركز قسم التربيه مال صلاح الدين بلد علي عقوبات طيب ورقه هيك صغيرونه يقول لي ما اقدر انطي ورقه أريد واحده أريد بس اريد واحد من المصورين يصعد لي بمكان عالي تشوف لي هسه صارت شغلت فلوس شغلت فلوس بس الشغب ها عيني الشغب انسحب من شاف الكاميرا احنا مو عندنا ازمه كورونا نعم صح ولا لا التربيه هنا العالم واقفه هي من الصبح واكو ناس اشهر اسبوع اسابيع واقفه على مو توقيع وعلى مو تقديم معامل هاي صار 6 الصبح هاي شغله الشغله الثانيه الشغب هنا يضربون بالعالم ويهينون احنا شنو احنا مو عراقيين احنا ادري
هي المشكلة المشكلة مشكلة وزارة التربية مشكلة وزارة التربية يعني هنا عسى عندنا أزمة مو عندنا أزمة بالعراق وأزمة بالعالم ها نصيحة تجي الصبح وشوف العدد باكر آخر يوم وشوف باكر آخر يوم مددوا 20 يوم مددوا باكر تعال شوف وشوف الهوسة وشوف الشغب مشان نتعامل ويانا يعني اريد اشوف العدد احنا بالشرطة يشوف العدد ياخذ الفلوس والمعاملات ويروح يوقعها من جوا ويجي واحنا بهاي اكو نقطة ثانية هسه احنا التقديم التشمة الخارجي 50,000 ينطي صح ولا لا؟ هذا ترى هذا اللي واقفين كله على مود فلوس ترى التربية لا يتسمون بالهنا الطلاب غير يتسموهم يا شباب ارجع شوف نعم ان شاء الله الاخ هسه احنا مو كنا واقفين على عمود ال 50,000 بدنا ندفعهم نكمل نعم. ها بالاخر يجيك من توصل للتربيه شو يقول لك انت مرفوض وال 50 راحت نعم هسه هذا شنو سره هذا؟ واقفين انتم واقفين سره يا ولد على شنو؟ على شنو واقفين سره؟ غير على التقديم عمي على شنو واقف؟ على التقديم غير على التقديم ابنك عندك لو شنو؟ اي ابني عندي وواقف من الصبح كل شيء ماكو وهسه شنو سدوا الباب؟ لا الباب ما مسدود بس بس يفوتون الواسطات والله كل من عنده واسطة والطبابة على أساس هذا السرع تجي تايق بيه السرع هنا خلالك سرع السلام عليكم سعاد العزيز والله حتى رجال كبير ضربه رجال كبير لزمه ضربه احنا من الصبح هنا من الصبح بالسبعة ونص بثمانية هنا نعم. ولازم سرى وهسه راح اصير بالوحدة وسدوا الباب نعم. ما طببوه مش كم واحد وما ادري سادين الباب على شنو ما لا لا انا شفت جو الازدحام اكثر توقيع ب 10,000 توقيع بس 10,000 دانك نشغل والله انت يومية تجي شنو صار اسبوع يومية والبارحة حصلت منين انت من بغداد من بغرب من الحصول والله البارحة والبنات قالوا سروا البنات على اساس فوتوا بس البنات اليوم سروا الولد ما يفوتون هم بس البنات مقسمين ولد وبنات جاي البنات يخلصوهن الوردي ما يخلوهم يجون الولد يطببون البنات يسوونها بالعكس لا هم ماشيين البنات ولا هم ماشيين الولد اكثر كلهم طببوهم مواصلات من الباب الورا تعال عمر تعال حسين تعال عباس عمي زعام ما تقول لي من 6 الصبح الله وكيلك من 6 الصبح وهاي الساعه بالوحده على عمود بس اسلمه واطلع شو السوالف انت احنا مباوع علي اللي عنده عرف يطب والما عنده عرف يضل واقف ما حد له يقول لك عندك عرف كلها واسطات يعني ايش راح يصير اذا وزير التربيه خلى كل الواسطه وين الواسطه عندك كلها واسطات من ورا يطب واسطه وجيش شرطه كل من يطبون يعني خل كل من وبالقسم مالته يروح يودي الوصولات ابو يعني يوميه هاي صار لنا ثلاث اسابيع اربعه على مدير طالب ينضرب ارد اعرف يا قانون هذا طالب ينضرب اجيتوا انتم انسحبوا وسووا انسحاب حتى ما تطلعوا بوجوههم وقفوا لي قال وين اقول هيك قانون فهمني يا شغله واحده والله العظيم احنا شغله واحده زين تصوروا خلي تشوفون عمي البنات والمرحله مرحله الابتدائيه والمرحله المتوسطه والمرحله الاعداديه حتى هذا الزخم شوي يقل صح لو لا هسه هم كلهم جايجون بيوم واحد لا نقدر نطب لا نقدر نسوي بسرعه هذا تنظيم هذا العزيز مفروض هسه ذلك الشغب يعني احنا صبت ثلاث متوسط صارت الطائفيه وما قدرنا نكمل الثالث وهسه نجي هنا نوقف سياره عبد الدراسه لسه من المهن والله كهربائي وصباغ لسه من المهن جاي نقدم هنا الحين تسمع الهاين لا الحين جاي هسه على الدراسه ذولا الشغب ولا غير الشغب جاي على شيء جاي بشغبته اكو واحد جاء واخذ عهده قدام الولد والحضور الموجود اذا رحت انت الشغب راح يرجع احنا انت صوره بس سوينا مجال سوينا بس يعني الثالث راح من ورا الطائفيه وهسه راح نلحق هم راح تروح احنا بس نريد نقول شنو الموضوع الموضوع ويا وزاره التربيه الموضوع ما حد يسوي يعني وزاره التربيه هذا الموضوع التنظيم يخصها يعني هذا التنظيم هنا سوء تنظيم من عندكم بحيث انه اضطرت قوات الامن تتدخل هذول الشباب ما عندهم شيء يجي يريد يكمل معاملته ويمشي يريد يدرس خارجي ومحصور بأيام محددة زين المحافظات ليش ما يكون لها يعني مراكز للتقديم ليش مو محافظات نعم أيام محددة لا أقصد ليش مو بمحافظته زين باقي المناطق ببغداد يعني عندكم مدارس وعندكم صالح غير عندك يطلب جو هل يسوي جو على التربية باكر التقديم انت يوم 14 عام طلب جو شوف المهزلة صار جو اسبوعين يوم 14 يوم المفروض طلب جو شوف احنا راح نحاول راح يعني الأعداد كبيرة بصراحة يعني الأعداد ربما تجاوزت الآلاف شلونكم حجيات؟ ايش عندك خالص وقاعدين هنا؟
ايش عندك؟ احكي لي احكي لي. كيفك؟ خالص عندكم انتم هنا؟ والله خالص عندنا معامله، احنا بس على الوثيقه صار لنا اربع ايام. المديره تقول اصلا ماكو الوثيقه. هاليوم سوت لنا كتاب جبناه ومن الصبح الى الساعه جوا، نظام ماكو. هاي هاي كلها تعرفها يعني. اي لا نظام. هذا يعني هذا وزير وانا وزير التربيه، موظف واحد على الاف على موظف واحد، ليش؟ قاعدين ببيوتهم ياخذون رواتب؟ خليه يطلعوهم، خليه يطلع هو موظفين وين؟ خليه يطلع وزير التربيه، خليه يشوف. احنا طلبنا مثل ما قلنا ونعيد ونكرر، طلبنا مدير تربيه الكرخ الاولى يظهر ويانا بالبرنامج، لكن اعتذر او الاعلام اعتذروا عنه، فلذلك مضطرين. يعني ماكو داعي. لا ماكو داعي. لا والله بيدك يا اخي، انت عندي مثل زمايلي الله وكيلك. انت جاي تقدم، انت جاي تقدم. هسه مو شغب جانا وهنا عمك كان موت. وانا والله العظيم دافع شغال السحبه، والله الله ورسوله. بس احكي شغله واحده، امانه الله ورسوله، هذا العالم كله هسه تقول لو ما القناه تجي هسه هذا الشغب ما ينسحبون. ليش؟ لان نفسهم هم غلطانين. قسم بدات محمد، لو ما القناه هسه تجي هنا ما حد ينسحب. هسه باو هسه باو ازري السيره وين شلون ننطب؟ اريد شلون ننطب؟ بس اقول هسه شلون نريد ننطب؟ احنا شلون ننطب هسه نكمل معامله؟ بس انت الصبح هنا اكو تسلسل محدد. اكو سادي اسمعني، احنا سادي هنا صار محافظات، صار هنا بغداد، يا مناطق هنا كل الاف مؤلفه هنا. جيتكم هنا فادتنا بشغلتين. الشغله الاولى سحبوا شغل من عندنا، زين، وخلف الله عمي عليكم. والله العظيم لو ما تجي القناه هنا الشغل ما ينسحبون. هذول والله العظيم هاي العالم كلهم بابا كلهم واقفين هنا كلهم هناك بالاخير. احنا مو ضد اي جهه امنيه اخوان، لا حبيبي، ولا ضد الشغل ولا ضد اي جهه امنيه. وجود التغيير، وجود القناه الوحيده اللي جت هنا وحست بمعاناتنا، القناه الوحيده ما شفنا لا اعلامي ولا اي واحد جانا. انا حالنا حال الحيوانات. وانتم انتوا ايش قصه لكم بهاي؟ والله 129 والله. لا 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 اقصد تطبيق اسبوع كامل، تطبيق واحد اسبوع كامل واقفين على الشباك احنا. زين لو تخلص لو ما تخلص شباك واحد اجي بس للطبع. انا مو تختم يومين وما لحقت ماكو يومين مطب الطب جاي. وهسه بعد عندنا وقت ساعه ثانيه نصدين الباب. اجي سلم عليك. ها يعني اكو ناس ما اعرف ترفض تتحدث، ما اعرف السبب. يعني هذا يعني هذا السر هذا مش شغبي. هذا هو اللي يكتب. احنا نريد نتواصل ويا المواطن حتى نعرف هاي المأساة شلون تنحل. يعني هذا العدد الكبير، احنا هدفنا انه ننقل هالصوره للسيد الوزير اذا ما شايفها، للسيد مدير تربيه الكرخ اذا ما شايفها، للمواطن، لأي مسؤول خلي يشوف هذا حال الطالب اليوم اللي جاي يقدم خارجي. نحاول نكون إيجابيين، ننقل هاي الصورة عسى أن تصلحون الأمور. هدفنا إيجابي، راح نحاول. الامتحانات يا تاريخ 2/6/2 أسبوعين يلا التقديم، وهاي الهوسة 10 أيام 15 يوم ما تكمل معاملة، وهاي الهوسة من 6 الصبح لحد الآن. يعني ويودون بينا يلقحون بينا من هنا ولنا. الله وكيلك من 6 الصبح لحد هسه ما طابين. كل شيء سووا سارة يردون مددوها مو آخر يوم. ما أدري بعد، ما صدر شيء 100%. يقولون هذا حكي يمددونها على مود هاي العالم كلها تقدم، هاي العالم كلها بعده وبعدك اكثر وبعدك، ومن عدل جو ومن عدل بعد ما جيه ومن عدل دزو ورجع. والله يا عم العدد اكثر من طاقه العالم. يعني ثانيا ماكو تنظيم، ماكو تنظيم. يعني هسه هذا العدد كلش غير عدد كبير، غير اكو ناس تحس بالناس الموجوده برا ويسوون عمليه تنظيميه اذا من فوق واذا من ذول الموظفين. هي جو الموظف يجي الساعه 9 الصبح 9 الاربع، هذا حل؟ هذا مو حل، هذا استهتار. يعني من تشوف هاي العالم بالملايين واقفه بالباب وهالشباب كلها محرومه من الدراسه وهذا الوضع بشوي يا اخي بمكان ما يسوون. يعني اكو مقترح هو فعلا هذا يعني منطقي انه مراكز يكون. انت منين جاي؟ انا من ابو غريب، من الصرف والسلام. ماكو ابو غريب اي مركز؟ ماكو اي مركز. وهنا انا صاير هوسه من 7:30 انا واقف هنا، قسم بالله ولا حد طببني ولا حد. ايش صاير هوسه؟ خلي يفتحون مراكز
مركز مدرسي يفتحون كل منهم منطقتين. طبعا المعلومات حتى المشاهد يعرف احنا بمنطقه المنصور، هاي هاي الداوودي، يعني منطقه المنصور الداوودي، مديريه العامه للتربيه محافظه بغداد الكرخ الاولى قسم الامتحانات، يعني هاي في منطقه المنصور بالكرخ بغداد، وده يجون عليها من مختلف الاقضيه والمحافظات. يعني اريد اسالك سؤال واسال الولد واسال المسؤولين الجوه، شنو داعيه الشغب جايبه؟ شنو داعيه الشغب؟ انت عندك شرطه هنا، الشغب شنو هذا؟ هسه هذا خات الورا الباب هنا، يعني طالع مظاهرة، مع الولد والدين الولد احنا ما طالعين، احنا مظاهرات، احنا معامله نكملها والله العظيم. يعني على بس توقيع واحد مال الاستاذ اكبر من هاي بهواي، اكبر من هاي بهواي، بس العالم ملت وراحت، والله العالم ملت وراحت، كلها تعبت ورجعت لبيوتها. معامله كامله، معامله كملناها وسلمناها، طلع نقص بها صور. هسه اريد اوصل الصور للمعامله، ما اقدر، شلون اطير؟ شلون بمين افوت؟ مين افوت؟ غير اكو ناس تعرف شويه يقولون يابا اللي مخلص معامله انطوا مجال خلي يفوت، زين اذا هم البوب مسادينها ويا من تحكي؟ كل شويه عم اصر حتى على المقاطع، ما تقدر يعني. استاذ العزيز هذا مو وضع، استاذ العزيز، استاذ العزيز بالاخير اقول لك، انتوا على الباب اللي نكمل معاملتنا من الصبح واقفين، هو الجو اكثر العدد مو اكثر ولا لا؟ ماكو اكثر. طب هو كم واحد على الاسامي؟ طب يا فلان، طب يا فلان، وطب نعم. والباقيين احنا الباقيين واقفين نص الهلال، عيبهم كلهم، بس بس عيبهم كلهم على 50000. نعم بس بس سوينا مجال، بس شوي خلي نحاول نوصل. طب جوا، شوف هذا من المباراه، شوف شوف مجال، شوف شوف سوينا مجال، تعال ما يفتحون يعني الباب، بس الصوره بس. السيد المخرج حل لنا الموضوع، شوف لنا الباب، هاك شوفه، شقق 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 حقه، بس حط الجيب، بس الصوره اللي بنطيها حط الجيب مسوي محفظه. يعني فعلا هاي الاعداد الكبيره في ظل هاي، يعني موضوع جائحه كورونا، يعني حتى يعني 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 العدوى تنتقل بسهوله في هذه الاجواء. خلي وزاره الصحه تحضر لهم، طب اني مددون الوقت يعني الزول، طب طب بس بس سوي طريق وليد، يقولون العلم نور يا علي، القناه ما يسمعون احنا شغال بس سوونا طريق، سوونا طريق، خلنا نوصل الباب شوية، بس بس افتح لي الباب. بس الواسطات قاعد تطب، ولا حد ما نجح الواسطات قاعد تطب. بس شوي شوي صور هنا، انت تحكي مو ردنا الحسين ما يرضى. عمي شو بالباب هنا انت؟ ما صار مستعدين الباب عينه وما ما خلونا نطب. من الرائد موجود؟ عميد 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 موجود. طفر طفر. زين خلونا نرجع، يعني الدخول مستحيل تقريبا، الدخول مستحيل، يعني العدد كبير والحقيقة صعب جدا، الكل منتظرين انه يدخلون الى هذه الدائرة حتى يقدمون. موضوع بصراحة غير منظم، يعني احنا حاولنا هسه ندخل الباب مغلقة، ويعني من الصعوبة جدا الوصول الى جوه حتى واحد يوصل معاملته وينطيها الى موظف. راح نستمر نحاول نلتقي بالناس يعني. يعني هاي مستمرين احنا لاكثر من يعني من ساعات النهار الاولى، وهسه يعني حنطب العصر او حتصير دنيا ليل حتقرب بعد، والشباب هنا باقين ينتظرون يدخلون حتى يخلصون معاملتهم بالتقديم الخارجي. يعني وزاره التربيه هذا كل العبء يعني سببه سوء التنظيم اللي موجود حاليا.
ده تتقدم خارجي انت؟ لا اقدم خارجي سادس. سادس. زين. فجيت بثمانية ونص واقف هنا، كانوا واقفين حرس شغب. زين. قال لي واقف بالسرة، وقفت يم الباب. نعم. فمن صارت له اول ما ضربت ضربني لي وهاي يدي وارمه. نعم. زين. رجعت علي مرت الاخ يقول لي وخر لا كسر راسك. نعم. يعني هي ما يصير، ترى احنا الطلاب حالنا حالي، يعني هي التربية لازم نشوف حالنا. نعم. زين. يجون يتعاملون، ليه يتعاملون ويانا بالضرب؟ ضرب ليه يتعاملون ويانا؟ احنا هم طلاب ولد عالم. احكي وياه يصيح ويهوس، ما يصير هيك. يعني هاي دعوة اذا وزارة الداخلية، احنا نعرف يعني نعرف حجم الضغوط اللي عندكم، لكن دول طلاب فعلا يعني. يعني توجيه بهذا الموضوع، يعني مخصوص الى موضوع التربية، تربية الكرخ الأولى. يعني جينا الصبح من بالأربعة، أنا وهاي الولد كلها. نعم. بالأربعة الصبح يقدمون هنا سرى الشغب، يكسرون بظهورنا، طيت الفايل مالته يشققه. نعم. يقول لي وين ما تريد توصل صوتك وصله، قل له راح اشتكي بالداخل، يقول لي حمير وجايين هنا يقبلوها، هم هنا هم احنا بالشورجه وهم بالتحرير هم جوكريه، طلعنا مظاهرات سوينا جوك هنا، واحنا طلاب جايين نقدم ده نمتحن، يجيبون شغب يعني ليش وصل؟ هو الازدحام يا ولد عالم، يجيبون شغب الطالب يعني. الموظفين تجوش قد عددهم؟ احنا شافه اثنين شباكين وهاي الهوسه كلها عليهم. محافظات محافظات هاي الولد، الولد من الانبار ومن الناصريه جايين هنا يقدمون، يعني وزاره التربيه عايفين هاي هنا بالكرخ وحده، كل مدرسه يحطون موظفين يمشون هاي الطلاب كله. هسه احنا ما نريد عمي، ما نريد يمشونا، خلي يخرون دول الشغب، هو احنا طلاب بدنا نقدم، هم ما بده يخلونا نفوت. هو يعني هو ازدحام ما حد يقدر يسوي. هسه هو بدل ما يجيب الشغب، ليش ما يجيب موظفين يحلون هاي الامور؟ ليش حاط لك كم واحد وحاط لك كم حاسبه وحاط لك كم شو اسمه؟ بدل ما يجيب هاي الشغب والجيد يضربون ده يسمون ده يسوون، ها خليه يجيب، خليه يجيب موظفين من التربيه يسوون هذا الشيء. ليش دي يروح يجيب الشغب؟ يعني الشغب يجي 25 جاي. كل ما هنالك سوء تنظيم، هذا منين؟ سوء التنظيم يتبع الاداره. نعم. الاداره بها سوء تنظيم، بامكان ان يقدمون الامتحان الخارجي يخلوه من وقت، خليه في شهر الثامن، خليه شهر التاسع. انتوا ليش تحصلون بوقت محدد وهاي الاعداد كلها؟ الشغب مطلوب او التنظيم مطلوب، لكن مو بهذا الاسلوب. نعم. باسلوب اللي ينظم السرة، اللي ينظم السرة حتى كل واحد ياخذ حقه. ما ممكن واحد يجي الساعه ب 12 او الساعه بالوحده ويريد ياخذ سرة، وواحد قاعد من الساعه 6 الصبح هنا ينتظر وما يحصل. القضيه هنا، القضيه كل ما هنالك سوء تنظيم، لو اكو تنظيم جيد ما كان الامور تلحق هذا المكان. اذا احنا نوجه اللوم لمن؟ انا اوجه اللوم لسوء التنظيم بالتربيه نفسها بالداخل. اي انا اوجه سوء التنظيم بالداخل، يعني العدد هواي. نعم، بس بامكان ان يكون تنظيم، يطلع احد كل واحد شغلته شكل، واحد يريد يختم مثلا وثيقه، واحد يريد ياخذ وثيقه، واحد يريد، يعني كل واحد شغلته شكل، انظم عده سراوات، يعني مو سرا واحد، كل واحد حتى يروح للشباك المطلوب. زين، حتى اللي يطب جوا يريد يسال سؤال يستفسر وين معاملته، وين يمن، ما يعرف. هاي يعني مشكله، هذه ما يجاوبوك، وانت ما لك مجال حتى تسال. تريد تسال يابا انا عندي ختم، عندي فلان قضيه، وين يا شباك؟ ما تندل انت، الطب جوا ظل تايه جوا. هاي مشكله. فكل ما هنالك سوء تنظيم، هذا اول وهذا اخيرا. يعني فعلا هاي عدد كبير من الطلاب مثل ما يتحدثون المواطنين هنا، هو سوء تنظيم في اداره موضوع استلام الفايلات وتصديقها وما الى ذلك، يعني من ترتيبات حتى تمشي المعامله. احنا موجودين بس حتى ننقل الصوره، احنا نحاول نكون حياديين، يعني نحاول نكون حياديين بما يحدث اليوم. المواطن هنا يعني يصيحون واسطات، يعني يصيحون واسطات، بس الواسطات، بس الواسطات والضباط الفوتون. راح نحاول احنا نتحدث ويا عدد اكبر من المواطنين. المشكله العدد هوايه، وتجي واسطات كل شويه، يا قرايبه اي واحد جاب من برا وجاب او شو اسمه نظام ومنتسب يعطيه عبر تعبر اي ضربك قول له يابا، كل مره جاب له رتبه وجه طاب يركض، اجى استوى اجى طاب يركض قدامنا، احنا من الخمسه هنا أنا واقفين ماكو هيك. يضربونه وبالاخير شو يضربك؟ يقول لك ارجع للبيت، بالاخير يقول لك مشكلتك ماكو هيك. يعني بس صارت كلاس، يعني هو صار سنه وكامله باب الواسطه، عندنا هاي واسطه طببوهم من الباب الخلفي، واسطه طببوهم من هنا، واسطه طببوهم سر مال ولدي طببوهم بنات، يعني شلون نقلب نحول؟ اذا يعني هذه المشكله هنا في منطقه المنصور وتحديدا الداوودي.
هذه دائرة التربية، نلاحظ الأعداد كبيرة وكانت أكثر يعني في ساعات النهار الأولى، ودخلوا أعداد كبيرة أيضا داخل الدائرة، ولكن حسب ما يتحدثون المواطنين أنه أكو 3 موظفين فقط، وهي مشكلة، هذه مشكلة يعني. لذلك إحنا يعني حاولنا أنه ننقل الصورة كما هي، المواطن يتحدث باللي شافه واللي عاشه هنا. حلقتنا هذا اليوم كانت مميزة ومختلفة لأن غطت هذا الحدث، رفض المسؤول يتحدث أنه إذا كان من وزارة التربية أو حتى يعني من إعلام الوزارة أو حتى من التربية الكرخ الأولى. حاولنا أن نتواصل وياهم لمدة يومين كما قلنا، كما أسلفنا حاولنا أنه يكون ويانا أحد يرد، ولكن أيضا رفضوا، وبالساعات الأخيرة يبعثوننا واتساب أنه لا ما ممكن نصور ونأجل التصوير. احنا ما نأجل التصوير، المواطن عنده موضوع لنقلة، اذا تدون تأجلون انتوا اجلوا رد يعني ردكم على هذا على هاي الحلقة، وبالنهاية حق الرد مكفول لكم كوزارة التربية وكتربية الكرخ الاولى والسيد الوكيل، كلكم محترمين وعدكم حق الرد انه تجاوبون الناس ليش هذا الاهمال وليش هذا سوء التنظيم. الكل تحدثوا انه هو سوء تنظيم، عدد قليل من الموظفين جوا، طلاب جايين يقدمون من محافظات مختلفة من مناطق مختلفة، الكل مركزتهم وحطيتوهم في هذا في هاي البناية. من حقنا انه نسأل ليش حطيتوهم بهاي البناية بس، ليش ما وزعتوهم، ليش ما ردنا نسمع من عندكم رد، لكن ما انتم ما رديتوا. طيب اليوم المواطن لما ينتقدكم يعني احنا يعني ايش نقدر نقول، ينتقدكم وعنده ملاحظات عليكم اطلعوا ردوا، جاوبونا بالجواب المنطقي اللي ممكن نرد على المواطن ونرد على المشاهد اليوم اللي اصلا هو يعني دا يستغرب من هاي الحاله. لاحظنا انه حتى اعداد كبيره من الاهالي وذوي الطلاب والطالبات والبنات يعني صعب دخولهم في وسط هذه الاعداد، اعداد كبيره لسه بعد جوا، اكو ابواب ثانيه دا يتحدثون يدخلون منها يعني حسب ما دا يتحدثون الناس هنا من حولي انه دا يدخلون منها واسطات وعلاقات وما الى ذلك. طيب وهذا المواطن اللي لازم يصير هذا يسولفون من 4 الصبح ومن 6 الصبح، هنا يحتاج لكم وقفه وزاره التربيه، يحتاج لكم وقفه مع هذا الطالب، هذا ابنكم اللي دائما تقولون احنا يعني الطلاب ابنائنا واحنا موجودين لخدمتهم، هذا ابنكم، القوا له حل، محددين بوقت دوام محدد الى ساعه الدوام هنا. للثنتين وينتهي. والمعاملات بعدها وباكر يعني اخر يوم تنغلق وهاي العالم كلها ما مقدمه. طيب انت ضيعت فرصة مستقبل مواطن، يعني مواطن شاب اليوم طالب، ضيعت له فرصة انه يدخل ويقدم فايلة وينقبل يمتحن، عسى انه تخلق منه مواطن افضل من حالة اللي الان هو دا يسعى دا يريد يطلب شهادة دا يطلب منك علم، تأخر على مود معاملة وعلى مود فايل وعلى مود معرف ايش وعلى مود ختم وعلى مود صورة، يعني هذه الامور التنظيمية ما المفروض نجي نحكي بها، والله عيب، يعني ما المفروض نجي نحكي بامور تنظيميه هي ابسط ما يكون، يعني يعني باقي الدول اعتمدت على الاونلاين خلاص كل طالب يقدم معرفة. طيب رتبوهم وزعوهم على محافظاتهم وزعوهم على مناطقهم. طبعا بعد معاناه قدرنا ندخل الى داخل المدرسه بعد ما حصلنا الموافقات الامنيه كافه من قياده عمليات بغداد وحتى من مكتب السيد اللواء سعد معن بالنسبه للقوات الامنيه التابعه للداخليه اللي موجوده هنا، قدرنا ندخل إلى داخل المدرسة. هاي الأعداد مثل ما تشوفون أعداد كثيرة من الطلاب، وحتى وصلنا إلى ساعات نهاية الدوام الرسمي لكن الأعداد كبيرة جدا، ولو لاحظ يعني ماكو أي تنظيم. المواطن هنا دا ينتقد أنه ليش هذا يعني ليش هذا سوء التنظيم، الكل يريد يوصل معاملته لكن مو قادر أنه يوصل معاملته إلى داخل يعني للموظفين، اعداد الموظفين اعداد قليله اصلا حسب ما تحدثوا المواطنين هنا واللي هم لهم واللي هم يعني عندهم علم بهذا الموضوع. من 7:30 بس ختم. ختم شنو على هاي الاستماره؟ بس ختم على هاي الاستماره. نعم. هسه بس ساعه، شوف بس ساعه. نعم نعم. هذا 2:05. لحد الان مستلم الختم. ما يجيبون موظفين. ايش قد الموظفين؟ احنا نريد يعني قد الموظفين ما بهم 20. طب كل غرفة بها واحد اثنين. اتحداك. وانت شوف هذا العدد ايش قد؟ ما بهم 20. وهذا شو معنى كثير وضرب. ها جاي شوف. بس ترى ماكو داعي تحكي، راح نحكي هم كل مرة وكل شيء ما يسوونه وكل شيء ما انا نحكي. نعم تفضل عيني. انا هاي وين؟ بس. زين بس دقيقة، احنا نريد بس نتحدث ويا يعني اكثر عدد من الطلاب اللي دخلوا للداخل واللي بصعوبه اصلا وصلوا للداخل مثل ما احنا يعني
لو تلاحظون الطريقة اللي دخلنا بها صعبة جدا، راح نبقى مستمرين. هذه هي أعداد الطلاب بالخارج، يعني لنلاحظ الشبابيك عليها عدد كبير من الطلاب اللي يراجعون على التقديم الخارجي. السيد عدنان عبد القادر الطائي مدير قسم الامتحانات راح يحدثنا يعني عن واجبهم ودورهم وسبب هذا الزخم. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. اولا لانك تقبلت انه نكون وياك ونغطي هذا الموضوع. اليوم الطالب دا يشكو انه عندكم سوء تنظيم وسوء اداره بموضوع التقديم الخارجي، فحق الرد لكم انه تردون على بعملكم يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية الكلام أحب أقدم شكر وتقدير لقناة التغيير. فبما أن الطالب دائما يحب معاملته تنجز بأسرع وقت، فهذه الأعداد الهائلة وصلتوا في وقت متأخر جدا جدا يعني. أعداد كانت هائلة، بما حتى قوات الحفظ والحفظ الأمن وقوات الجيش والشرطة غيرها حتى ما قدروا يسيطرون على الوضع. هل قد ما أعداد هائلة من الطلبة يقدمون الامتحانات الخارجية. فأنتوا يعني دا تلاحظون الوضع. السبب أنا أقول لك السبب شنو أستاذ. السبب إحنا من صار التقديم من يوم 13 بالشهر 13-12 لغاية 31-12 كانت الانسيابية في إجراء المعاملات بصورة سليمة بدون حدوث أي مشاكل. وانتم يعني لاحظتوا بالايام الاخيره اكتشفتوا ايش حالات دا تصير. ما قبل ما كنتوا منتبهين على اكو تقديم خارجي، ما كنتوا تعرفون اكو امتحانات تمهيديه اكو تقديم خارجي. حسيتوا في وضع بعد ما صار يعني قرار من وزاره التربيه، العفو قرار من وزاره التربيه في حذف المواد وتقليص المواد لمصلحة الطلبة ولظروف البلد اللي يعيش فيه العراق، لمساعدة الطلبة في إداء امتحاناتهم سواء كانت الطلبة المنتظمين أو غير المنتظمين أو الخارجة أو الصباحي. فأصبحت المواد قليلة، كانت المواد مثل سادس ابتدائي 6 مواد، وهسه حاليا يمتحن 4 مواد. شو المشكله في هذا الموضوع؟ يعني هذا قرار من التربيه، يعني مو غلط انه الطالب يستغله ويجي يقدم. لا بالعكس، كان طالب ما له رغبه في تقديم الامتحانات. هسه انت شجعته. صار تقديم، تشجع منين؟ وزاره التربيه على اقبال. اعداد هائله قدمت وين؟ الامتحانات. فاحنا ما كنا متوقعين، مدير مو بس مديريتنا، جميع المديرات ما كانت متهيئه بأن تتفاجئ بهذه الأعداد الهائلة راح تتقدم الامتحانات. فصارت عندنا هذه المشاكل. طيب. في زخم من راح تمددون التقديم؟ احنا لحد الآن ماكو أي خبر في تمديد الامتحانات. باكر آخر يوم؟ باكر إن شاء الله آخر يوم. لحد اليوم ماكو أي خبر في تمديد الوقت التقديم. يعني أنا برأيي ما أعرف حسب ما شفنا الناس. ملاحظة أخرى احنا بالنسبة للطلبة هسه هاي الواقفين هاي الهوسه هم ما عندهم وعي. ننبههم 100 مره نقول لهم مجرد ما انت استلمت المعامله خلاص، هاي استلمت المعامله وردناها المعامله، من ما ردناها لا تشيل هم بعد، حتى اذا يوم 14 باكر انت التقديم بس انت معاملتك صار المفعول، وردنا المعامله صار المفعول تكملها يوم الاحد يوم الاثنين يوم الثلاثاء نكملها. بس هم ما عندهم هذا الوعي، الا يريد بنفس اليوم يعني يكمل معامله. اذا انت الوارد لحد بكره نهايه الدوام الرسمي اي معامله تدخل أي وارد ممكن يكمل اوراقه بعدين، يكمل بعد يوم الاحد يوم الاثنين يكمل اي يوم. مو هي الامتحانات قريبه شهر الثاني؟ ها احتمالات من الامتحانات احتمال قد تؤجل. احتمال هي 6-2 حاليا حسب ما موجود بالجدول 6-2. طيب، لان هذا الزخم شلون راح تمتص الحل؟ احنا الزخم هذا يعني نحاول قدر الامكان، فتحنا عدة بوابات في إجراء تمشية المعاملات، وكان عندنا يعني مسوين جدول يوم للذكور يوم للإناث. نعم. نشوف أنت الواقفين من هم الذكور واقفين. واليوم اليوم هذه من المشاكل إنه تعازديها يومين بس ما يلتزمون هم يعني الطلاب ما يلتزمون. المفروض يعني اليوم يلتزمون بالحالة لا ما يجون الطلاب، يعني احتمال اليوم كان للبنات إحنا مخلصين. نعم. بس هم دخلوا يعني أخذوا شنو نصيب من الطالبات. نعم. أهلا أشكرك أستاذ، شكرا لك لتوضيحك. المواطن المشاهد والطالب محتاج لهذا التوضيح. أهلا وسهلا جدا مشكرك. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. إذا مستمرين بهذه الحلقة ومن داخل هذه الدائرة دائرة الامتحانات حتى نركز ونسلط الضوء على موضوع التقديم بالنسبة للطلاب الخارجي.
قدرنا ندخل الى داخل المدرسه يعني او هاي الدائره حتى نشوف احد من المسؤولين هنا اللي يعملون بالتربيه ويتحدث لنا عن سبب هذا الزخم. استاذ ميزر، استاذ ميزر مسؤول شعبه الشهادات في تربيه الكرخ الاولى. نعم. استاذ، هذا الزخم يعني هاي السنه الوحيده صار عندها زخم، ما اعرف الطلاب او المواطنين مستغلين يعني شويه تغيرت المناهج، صار حذف من المناهج او شالوا من المواد، فصار ايش عندهم؟ قالوا هذا راح اقدم حتى انجح يعني حال السنوات السابقه. طيب. يعني السنوات السابقه ما عندنا هيج زخم احنا. نعم. بس هاي السنه صار عندنا هيج زخم. يعني ايش قد نشتغل بطاقتنا ما ندلح حق نشتغل على المراجعين، كل امكانياتنا بدنا نشتغل خارج الدوام. يعني الطلاب قالوا لي انه عندك موظفين اثنين او ثلاثه بس. استاذ عندنا موظفين بدنا نشتغل. انا بالنسبه لي عندي 11 موظف. نعم. استاذ انا عندي 11 موظف. نعم. بالنسبه لشعبة الشهادات. نعم. نشتغل اقصى طاقتنا بس يعني زين. لو هذه ليش يجوكم من المحافظات؟ ها؟ ليش ما يكونون كل واحد بمحافظته؟ هو احنا امتحانات خارجيه ضمن الرقعه الجغرافيه. نعم. يعني هسه عندنا كاظميه ما يصير يمتحن يمنا، يمتحن على الكرخ الثالثه، فقط مناطقنا ضمن القاطع. نعم. تشتغل عندنا. نفتح مدارس او مواقع اخرى تستقبل. والله هاي ما اعرف بعد يعني هذا الزخم مو طبيعي. اي يعني عندك اخر يوم لو تمدد. يعني هاي الشغله مرهونه بمدير عام يعني. طيب. انا اي طيب. انت باكر اخر يوم لو تمدد عندك. والله حد هسه ما اجاني كل قرار انه بس باكر اخر انا باكر اخر قرار ما اجاني. نعم. كل كتاب من وزاره التربيه تمدد، واذا تمدد بعد هاي احنا نشتغل على التمديد. زين، هذه الاعداد صار لكم ايش قد كم يوم؟ احنا صار لنا انفتح 3/12. نعم. وهسه يعني راح ينتهي بعد ان شاء الله 14/1 ينتهي. نعم. والاعداد مخيفه يعني يعني هسه جايبين قوات، استدعينا قوات امنيه ومكافحه الشغب، يقولون احنا مسيطرين على البيبان. ذاك اليوم شنو كسروا البيبان طبوا علينا، يعني ما نقدر نشتغل. يعني شوف هسه لو طب حضرتك شوف الوثائق، يعني والموظف انتهى دوامه صار نص ساعه ودا يشتغل وما دا نلحق الزخم. صراحه الطلاب انتقدوكم برا على سوء التنظيم، فشنو ردكم؟ سوء التنظيم. لا استاذ ما عندنا سوء تنظيم، احنا عندنا منظمين ولد وبنات. العدد الكبير هذا العدد ما نقدر نسيطر عليه، يعني خلوه زخم، يعني شو نسوي له؟ يعني خارج سيطرتنا. نعم. خارج سيطرتنا. خصوص سوء التنظيم، انت سالت سؤال بخصوص الموظفين. نعم. استاذ احنا تربيه الكرخ الاولى عندنا ما يقارب 65 موظف. موجودين هنا كلهم ال 65 موظف، كلهم دا يشتغلون وما دا يلحقون، اضافه الى انه الزخم اللي حصل هو سبب تقليص المواد. المفروض الوزاره شو تقول؟ ما تقلص المواد باثناء التقديم الخارجي، المفروض ينتهي التقديم الخارجي. ينتهي التقديم الخارجي بذاك الوقت تعلن عن اضافه الى انه استاذ العدد المخيف اللي دا يجي محصرينه بمكان واحد، يعني الالي. ها استاذ ليش؟ لان هاي الخارجي بضوابط وبتعليمات، مو كل واحد يعرف بها. الضوابط والتعليمات فقط قسم الامتحانات يعلم بها. يعني مثلا احنا عندنا قسم قاطع ابو غريب من الطلاب يروحون يقدمون على قاطع ابو غريب ما يعرفون شلون يستلمون الفايلات. لازم لو مسؤول شعبه الشهادات، لو مسؤول شعبه الامتحانات، لو مسؤول شعبه الامتحانات. ما اعرف هو صعب على وزاره التربيه تلقي بنايه اخرى. لا مثلا بجهه اخرى ابو غريب. موظفين الامتحانات فقط يعرفون ضوابط التقديم الخارجي، يعني مو كل موظف يجي يعرف. يعني هسه انا غير شعبه ما اعرف ضوابطهم شنو، يعني لازم. يعني الموضوع مختص طبعا مختص بقسم الامتحانات. انت بس ذكرني بصفه حضرتك. عفوا انا استاذ ميزر مسؤول شعبه الشهادات في تربيه الكرخ الاولى. يعني موضوع الامتحانات الخارجيه ضمن عملك باختصار؟ ضمن عملنا القسم. ماكو قسم اخر يتدخل؟ لا استاذ طبعا. لذلك انتم محددين بهذا العدد. اي قسم ما يتدخل بتدعيم الخارجي، هذه الضوابط عندنا وتعليماتنا من الوزاره بدنا نشتغل عليها والمراجعه. استاذ حتى المدارس اللي تابعه القاطع للتربيه الكرخ الاولى ما من حقها تتدخل بضوابط الخارجي، لان هاي الضوابط الخارجي تجي من ضمن ضوابط وزاره تقويم امتحانات اللي هي بشارع فلسطين. هاي تعطي التعليمات انه واحنا ننفذ. بخصوص قلت لك العدد الهائل، قلت لك سببه انه الموقع صغير، احنا موقعنا كلش صغير، وبخصوص المنافذ اللي دا يشتكون بها العالم، احنا فاتحين هسه ذاتين تفتر على الغرب، كل المنافذ فتحناها هسه. يعني عندنا شعبه فتحنا بها، كان بها شباكين، فتحنا 5 شبابيك بها، وجبنا موظفين من غير شعب حتى يشتغلون بس نسهل عمليه المراجعين. بس الزخم قوي، يعني زخم فوق اراده الموظف، يعني مثل ما تشوفون حضرتكم. اذا احنا تحدثنا، كنا بالخارج، طلبنا من وزارة التربية الرد، وهذا يعني أحد الأساتذة الموظفين هنا اللي مختصين بهذا الموضوع، يعني تكرم ورد علينا ورد على المشاهد ورد على كل هذه التساؤلات. لذلك يعني ختام هذه الحلقة ستكون من هذه الغرفة. نتمنى أن نكون وصلنا صوت الطالب، وبنفس الوقت يعني التربية تحدثوا عن سبب هذا الزخم وعدم السيطرة عليه. شكرا لكم، وانتظرونا في عنوان جديد من بلا عنوان وحلقة قادمة. إلى اللقاء.